قد يفعل الإنسان أو يعمل عملا فيقول أهذا حلال أم حرام، ولا هو حلال ولا هو حرام. كيف لا يكون هذا العمل حلال ولا حرام؟ هذا الأمر أمر مباح، فالأصل في جميع الأشياء التي أنزلها الله للإنسان المباح، يعني تعملها إن شئت أو لا تعملها إن شئت. أما الحلال هو الذي تؤجر وتساب على فعله إذا فعلته. الأمر الحلال أو العمل الحلال اللي بنسميه حلال، اللي انت إذا عملته تؤجر عليه تساب عليه، ولو تركته تأثم. والحرام هو الشيء الذي إذا عملته أو أتيته أخذت عليه وزرا، وإن تركته أثبت عليه من الله أجرا حسنا. والمباح أمر إذا عملته أو لم تعمله لا تؤجر ولا تذنب. الله جل وعلا جعل الحرام قليل بالنسبة لكم الحلال، فالإنسان في كل حالاته يعمل الأشياء لا يأخذ عليه مثل إلا الحرام القليل. تجد في الطعام الله أحل كل الطعام ما عدا أجزاء معينة تعد على المصالح. لذلك ربنا لما خلق سيدنا آدم عليه السلام وخلقه في الجنة قال له كل من كل جنة وكلا منها حيث شئتم رغدا ولا تقربا هذه الشجرة. شجرة واحدة من جميع أشجار الجنة اللي بس نهي عن أكلها، وعلى الرغم من ذلك أكل من هذه الشجرة. فرحمة الله علينا اللي جعل الحرام قليل وجعل له بديل من الحلال. فإذا حرم عليك مشروبا أحل لك ألف مشروب، وإذا حرم عليك فعل شهوة من الشهوات جعل أمامها مئات الشهوات تأخذها وتأخذ عليها الأجر. فالحرام قليل والحلال والمباح كثير، ولكن هناك أمر بين الحلال والحرام غير المباح اسمه الشبهات، أمور يلتبس عليها المرء أهي حلال أم حرام، ماذا نفعل مع هذه المشتبهات. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وبصرنا كيف نتعامل مع هذه الأمور التي يختلف عليها الناس ولا يعلمها إلا القليل. اسمع إلى حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم حين يقول إن الحلال بين، الحلال بين ظاهر وواضح لجميع الناس، وإن الحرام بين. يبقى الحرام والحلال ظاهرين لجميع الناس عشان محدش يلتبس عليه الأمر. وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو
صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام الدكتور الطبيب المعلم عايز يضعنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا. قال فمن اتقى الشبهات بعيد عنها فقد استبرأ لدينه وعرضه. يطلع نظيف. نديك مثال في مية في الطريق مش عارف المية ايه يا ترى نجسة ولا مش نجسة يا ترى هي مية طاهرة صبت على الأرض الطاهرة فليس فيها نجاسة أم لا يلتبس عليك الأرض مش هتوضي وتشم ريحه الميه. طب افرض انت خدت جزء من الميه ده عشان تشمه او تستطعمه تشوفه نجس او غير نجس ولم توقي ماذا افعل؟ اسير في هذا الماء ولا اتجنب الطريق وامشي في الطريق اليابس؟ أنه أفضل بتمشي في الطريق اليابس ولو إنه ضيق مع إن اللي فيه مية واسع والمية فيها قليل وممكن ما تحصلش الجلابية وما تنجسش الجلد بتاعك بس بتقول أفضل لما أمشي في الطريق الضيق البسيط ده عشان ممكن تكون المية نجسة وممكن تكون مش نجسة وممكن توسل البلدية فبتتقي هذا الأمر تخرج بجلباب نظيف بنعل نظيف بيقين كامل على أنك لم تمسك نجاسة. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات النبي عليه الصلاه والسلام عليه قال ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام دخل الدائره المحصوره. مجرد ما يخوض في الشبهات ولا يستبرئ يقع في الحرام. يبقى لما تتقي هذا الامر وتنصرف عنه استبرأت لدينك وعرضك. والنبي شد اللي بيقع في الشبهات قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه. ايه هو بقى الكلام ده؟ راعي الغنم وجه جنب أرض الملك بتاع هذا البلد وظل يرعى بغنم حول هذا السور المحاط بزرع الملك ويقول أنا هحوش غنمي عن إن هي تاكل من أرض الملك. يا عمي أنت إيه اللي خلاك جبت أغنامك جنب الحدود بتاع الملك؟ افرض غنم اتعدت وجت على ارض الملك وكانت منه الملك هيعمل معاك ايه؟ تعدت على ارض وزار والملك بطشه شديد ياخدك انت والغنم ومحدش يرجع تاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول فمن كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى ألا إن حمى الله محارمة ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
جلابيه نظيفه والنعل نظيف والمظهر نظيف والباطن نظيف. لك يا عم بلاش من هذا الامر، يعني ايه اللي نستفيد كده لما نكون جاري ولا ما نتكلم بحث؟ يا عم نمشي جنب الحياه، بيكتبوا على المناطق العسكريه ممنوع الاقتراب او التصوير، فانت تيجي جنب الصور وتمسك الموبايل قال يعني بتتكلم، يعني لازم تتكلم في الموبايل دلوقتي، فيشوفك الحارس يفتكر ان انت بتصور ياخدك ويفتش في التليفون وجاني ومهني. نحن قايل لك ممنوع ايه؟ الاقتراب. تلك حدود الله فلا تقربوها. في آية فلا تعتدوها وفي آية فلا تقربوها. فلا تقربوا حدود الله حتى لا تعتدوا على حدود الله. ما تقربوش. فلا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ربنا ما قالش فلا تزنوا، قال فلا تقربوا الزنا. يعني ايه؟ يعني الخطوات اللي هتوصلك للزنا اوعى تبدا بالخطوه الاولى اللي هي النظره. نظره فابتسامه فسلام فكلام فموعد فلقاء. حطيت رجلك على اول الطريق. فربنا بيقول لك فلا تقربوا الزنا، اوعى تبدا ولا تدوس على اول خطوه عشان ما تتعداش. يبقى ربنا مش بيقول فلا تعتدوا، لا بيقول فلا تقربوا، اوعى تقربوا. لاحسن ده هنا المجال بتاع الكهرباء عالي، في كهرباء ضغط منخفض وكهرباء ضغط عالي، يقول لك تبقى بينك وبينها مسافه لاحسن تشدك. فالحدود شديده فلا تقربوا حدود الله اللي هي الايه؟ المشتبهات. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. اللهم نجنا يا ربنا من الشبهات والحرام والخوف يا ذا ستر الله والمنى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة في الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في طريق فوجد ثمرة من الثمار، ثمرة في الطريق، ثمرة نظيفة وطيبة ونعمة، فأخذ المصاصة فقال والله لولا أني أعلم أنها ليست من الصدقة لأكلتها. النبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليه انه ياكل من الصدقات. يا ترى التفاحه اللي انا خدتها دي كانت من اموال الصدقه ولا زكاه ولا لا؟ النبي مش عارف عليه الصلاه والسلام. فقلت لو انا اعرف ان هي مش من اموال الصدقه كنت كذاب. فما يقولها بسم الله وخلاص. هو ده اتقي الشبهات. هو ده تيجي تاكل وانت ماشي في السوق وانت بتشتري من الراجل، فتقوم واخد حبايه عينك وتاكلها، يقول لك ما هو الراجل شايفني، الراجل شايفني. طب
شايفك ومش مسامح تبقى انت عملت ايه؟ كنسل. استنى دقيقه بعد ما ينزلك وكل العيله كله تخش على الدايره واحده بس قول كل العيله هينزل لك كيلو طماطم كله كله بلاش الطماطم اللي تاخدها دي زياده هي دي طب انت عايز تاخد بالك هتقول له ممكن اكل الطماطمايه دي هيقول لك اتفضل بس مش مسامح لانه اداها لك على استحياء قال صلى الله عليه وسلم ما اخذ بسيف الحياء فهو حرام الراجل ده البائع ده لما يمر عليه 100 واحد وكل واحد ياخد طبقايه خدوا 100 حبايه يعملوا 10 جنيه الراجل كسب ايه؟ طب هو كل واحد يقول له اديني حبايه يستحي يقول له لا ولكن هو في قلبه من تاني فهذا اخذ بسيف الحياه طب لما يكون كيلو الطماطم بشيل قلت له اخد طماطم لا غبار لان الشيء كثير وزايد السبب ولكن انت لو تجنبت هذا الامر ام افضل هذه الثمره لا تغنيك لا في الدنيا ولا في الاخره ولن تاكل من شيء الا كان هذا الشيء رزق لك فلا تاخذه الا من الحلال عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه سيدنا سعد بن الوقاص سعد بن ابي وقاص ركب معه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو الله ان اكون مستجاب الدعوه قال يا سعد اطلب مطعمك تكن مستجاب الدعوه طهر مالك فان الله طيب لا يقبل الا طيبا والله لن تاخذ من هذه الدنيا الا ما قسمه الله لك ولو سلبت كل طرق الحرام والحلال فلن تاخذ الا ما قدره لك الا ما قدره الله لك اعلم ان اصابك بذلك اعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وان ما اخطاك وأن كل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال جل وعلا فاسلك طريق الحلال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه جاء غلام فأعطاه فاكهة ثمرة فاكهة فأكلها سيدنا أبو بكر فبعدما أكلها قال من أين جئت بها؟ نزل قال أبي ميسان قال من أين جئت بها؟ قال يا أبا بكر كنت قد تكهنت في الجاهلية لرجل ولا أعلم الكهانة وإنما خدعت عمل عليه حيلة وقال له ده انت هيجرى لك كذا ويحصل لك كذا وتمامه 100 خدع الراجل فاداله الايه؟ شويه فاكهه وهذه مما اخذت من هذا الرجل يبقى حرام فوضع سيدنا ابو بكر اصبعه في فمه حتى طاء ما في جوفه يا عم خلاص بقت بدعت يا عم ليه كده بس مش كنت تقول لي من الاول لا حول ولا قوه الا بالله واستغفر الله خلاص في الروايه سيدنا ابو بكر يقول والله لو خرجت بروحي لاخرجتها فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل جسم نبت من سحت فالنار اولى به صدقه طب نعمل ايه في الحرام اللي كلناه نعمل
نرجع ونتوب إلى الله ونصدق النية مع الله أن لا نأكل ولا نشرب ولا نلبس حراما بعد اليوم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، صل على سيدنا محمد في الآخرين، صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى من يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، وتوفنا مع الأبرار، وتوفنا مع الأبرار. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وأجسادنا من الحرام، وأجسادنا من الحرام. اللهم أطب مطعمنا ومشربنا عشان